مرحبا صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ قبل ما تشوفوا الفيديو اعملوا لي لايك وحطوا لي تعليق حلو لاعرف ان انتم عم تفرجوا علي. جابوا لي شو اسمه هذا اللي قلت لكم عليه، الزيت اللافندر اللي بدي احطه بهذا الجهاز. فهلا قلت هلا جابوا لي اياه، فقلت رح اصور لكم وارجيكم كيف رح يشتغل هذا الجهاز ورح يعطر البيت ولا هيك حكي فاضي يعني. فهلا رح افتح، هي استنوا افتحها وبعدين بصور لكم. شوفوا صراحة هي العلبة هيك شكلها، أرجوكم من جوا هيك تجي، هي مثل القطارة من فوق، شايفين شو مريحتها؟ أنا بالصراحة أول مرة بجيب زيت لافندر، يعني عادي ريحتها للصراحة، مو هيك ريحة عطر، ما بعرف. هلا لأشوف مع المي وكذا كيف تطلع ريحة البيت. هلا أول شي شو بدي أعمل؟ رح هيك هي بتنشال وهي بعدين هذا الغطا بينشال، رح أعبي مي هون وأحط عطر وشغلها جنبكم. شوفوا صبايا هون مكتوب ميكس وفي إشارة سهم لتحت. الصراحة أول ما جبته هذا فكرته منزوع، عم طلع أنا مخربطة فيه، طلعت معبية مي لهون لعند نص السهم، طلع لازم نعبي مي لتحت السهم، فما اشتغل ابدا. فكرت انه منزوع ولح بدي رجعه يعني، فلا طلع لازم لعند تحت. المهم صبايا هيك مثل ما شايفين هيك عبيتها يعني لتحت السهم، فوق السهم اذا بتعبيها بيقوم شو ما يشتغل، ما تطلع عليه بخار. هلا هيك رح احط نقطتين ثلاثة هيك مثل ما شايفين. اوكي هلا رح سكرها. احط هي فوقها. هلا صبايا بعد ما حطيت لها العطر والمي، في لها زرين، هذا الزر بيشتغل الضوء تبعه، شوفوا فيك تقلبي تكبسي يطلع، هي في إلها 8 ألوان، فيك تكبسي وتغير اللون تبعها، شايفين؟ ف وما بضل هيك على الأزرق، لا هلأ ما بتلاقي إلا بعد شوي صار لون، تحول الألوان يعني أخضر أصفر أحمر كل الألوان. وهذا الزر بس كبستي ببلش يطلع البخار ويطلع الريحة. هلأ هون مكتوب ساعة واحدة، 3 ساعات 6 ساعات، أنا بحطها على الساعة يعني، انا هلا بدي احطها على الساعه مثلا بالمطبخ، حطها بالمطبخ خليها عيرها على ساعه واحده. بعد ساعه انه بعد ساعه بتطفي لحالها من دون ما انت تيجي تطفيها، بس اذا حطيتيها على 3 ساعات بتضل 3 ساعات شغاله، عرفتوا؟ فانا الافضل لإلي لا احطها ساعه، عرفتوا؟ فما بعرف اذا مبين ما كون عم يطلع بخار او لا، احط شيء اسود حتى يبين من ورا كيف عم يطلع البخار. شوفوا صبايا اذا مبين معكم كيف عم يطلع، شايفين بيطلع منيح يعني، والريحة عم تطلع كتير قوية على فكرة، يعني كتير الريحة واصلة لعندي، ريحة زيت اللافندر. الصراحة انا اول مرة بجيب زيت اللافندر فما توقعت هيك تكون ريحته، في ناس تتقبل في ناس لا، انا يعني عادي، لا انه كتير كتير عجبني ولا انه لا هي ما حسنت تشمه، بس انه حلو. بقى انتوا قولوا لي كمان اذا في زيوت عطريه هيك تكون ريحتها كتير حلوه اني اجيبها بس تخلص هي العلبه. شوفوا صبايا في عندي هي البطاريه، في عندي هي البطاريه ممكن شغل هاد الفواحه، فيني شغلها بهي البطاريه مثلا اذا بدي احطها بشي مكان مثلا بغرفتي على الشوفونير وما في بريز، فيني شغلها بهي، شايفين؟ فهلا رح اتركها هيك هون، رح اشوف يعني المطبخ كيف رح يصير ريحته وخبركم. شايفين كيف الالوان بيتغيروا لحالهم من ازرق لاخضر لاصفر، كمان كتير حلوين الوانه. هلا شو رح اعمل؟ بدي ارجيكم شو رح اعمل، شو بدي اطبخ. فكرت اني اطبخ سباكيتي، حط لها مربى بندوره وانه عادي زيت، هي الاكلة السباكيتي اللي بمربى بندورة وزيت،
ولحق لي جنبه هدول كتير صبايا يعني ظريفة، هي اذا انتي ما جا على بالك تسابي اكل وكذا وهيك ومستعجلة ظريفة، بتطلعيها من الثلاجة وبتحطي لها زيت وبتقليها، هي كفتة. ف رح حط معكرونة وجنب منها الكفتة، وكمان رح حط افكر كمان حط فطر هيك شوية فطر، اللي شوية فطر معه هيك حاطة ببالي. فهلا بس لحتى تصير الاكلة رح ارجيكم كيف هيك بالصحن يعني كيف رح حط. انا بحب يعني هيك اذا اكلة بسيطة وسريعة بحب لكم ياها، مشان انتو كمان اذا شي يوم مو على بالكم تساووا اكل مالكم نفس يعني للطبخ وهيك، انه هي اكلة سريعة وظريفة. هيك صبايا الاكل صار جاهز، شوفوا هذا صحن ابني تيم ما بيحب الفطر وكتير اكله غليظ يعني، عشان هيك حطيت له بس 3 قطع لحمه لانه ما بياكل، وهذا صحن حموده الكبير بيحب الفطر فحطيت له، وانا هاي هي، ويلي بده نسكب له هونيك بالطنجره. فحطيت حد كمان، ممكن انا بحب الحد معه وعصير. هاي هي سفرتنا البسيطه واللي ما اخذت معي نص ساعة. وبس يجي زوجي يشوفوا كمان الجلي، يعني ما جليته هلا بس لحتى اكل وكل شيء بجلي. زوجي بس ليجي المساء ممكن يكون اكل، واذا ما له اكل في معكرونة وهي الكفتة طلع له، ومثل ما شفتوا هيك بالمقلاية بحط شوية زيت ودغري على السريع بتصير. شوفوا صبايا بعد ما اكلنا وجليت، فانا حطيت هذا هي الفواحة بغرفتي لأنه عم بطبخ، مشان لأنه عم تطلع ريحة طبخ وهيك، فقلت لحطها بغرفتي وجربها هلأ بعدين بس لحتى أخلص طبخ بحطها بالمطبخ. فهلأ فتت على الغرفة لقيتها مطفية لأنه أنا عيرتها ساعة، لقيتها مطفية والغرفة كلها ريحتها من زيت اللافندر، يعني عن جد ظريفة. اللي بده بيته هيك يطلع ريحة عطر ويغير الريحة هيك ويرطب البيت ويغير جو البيت، فبنصحه فيها لأنه عن جد كتير ظريفة. طفيت لحالها، شايفين اني انا حطيتها ساعة واحدة طفيت لحالها، وبس الضو لسه عم يشتغل مثل ما شايفين، فكتير ممتازة يعني تجربتي فيها كتير منيحة، وبنصح انه تجيبوا منها. وشو كمان بدي لكم، هلا زيت اللافندر ما كتير للصراحة، هلا هي اذواق يعني بالنهاية اذواق، ممكن انا ما يعجبني غيري يعجبه، انا ما كتير حبيت هي الريحة يعني ما برد بعيد بشتري، هلا بخلصها للعلبة تمام بس ما برد بجيب منها عرفتوا. فقلولي شو في زيوت حلوة، واذا حطيت لها يا ترى عطر يعني عطر من عندي هيك حطيت لها نقطتين عطر من عندي بتصير يعني بتزبط. فهذا هو الفيديو تبعي لليوم، بتمنى يكون عجبكم، اذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لي لايك تشتركوا بالقناة، بحبكم كتير، سلام.